وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد الأستاذ إسلام الكتاتني الباحث في شؤون الجامعات المتطرفة. أستاذ إسلام، ماذا يعني أن دولة باراغواي تعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية تهدد السلم والأمن في الداخل والخارج؟ تحياتي لحضرتك والمشاهدين الكرام. طبعا هذا الخبر خبر مهم جدا للغاية، لأنه يأتي في سياق ما اتخذته بعض الدول الأوروبية في الأعوام الأخيرة بالحد من وضع جماعة الإخوان في هذه البلدان، ووضع إجراءات لتقييد حركة هذه الجماعة. يأتي هذا الخبر من أمريكا اللاتينية، وده يعني شيء يمثل يعني نقلة نوعية في التعامل في ملف الإرهاب على الساحة الدولية، وخاصة أنه عدد المسلمين في أمريكا في باراغواي يعني يتجاوز 20,000 نسمة. فكون أن دولة زي باراغواي يتخذ البرلمان الباراغواي هذه الخطوة، دي تعتبر في تقديري نقلة نوعية كبيرة جدا، بالرغم أنه دولة في أمريكا الجنوبية يعني. فدي هتشجع دول أخرى أنها تتخذ مثل هذا المسار، يعني على منطق يعني إذا كانت باراغواي خدت الخطوة مش هناخد إحنا. فدي تعتبر خطوة أنا في تقديري هامة جدا وهامة للغاية، لأن أمريكا اللاتينية فيها زي ما احنا عارفين في 70-80 سنة الماضية في هجرات حصلت من بعض البلدان العربية، وخاصة الجاليات السورية واللبنانية، واستقرت وتوطنت في هذه البلدان، وأصبح في عدد لا بأس به من المسلمين في هذه البلدان. ومن الممكن أن جماعة الإخوان تحاول أنها تنشر الفكرة وسط هؤلاء، ثم بعد ذلك تنشرها وسط السكان الأصليين. يعني دايما جماعة الإخوان أنها تنشر الفكرة، وإحنا عارفين أن جماعة الإخوان احنا اكتسبنا الحرب عليها هنا في مصر، وحدينا من خطورتها الى حد كبير جدا. لم يتبقى الا المواجهة الفكرية، ومع بعض الجيوب اللي بتمتلكها الجماعة وبتحاول انها يعني تزعزع بها الدولة المصرية عن طريق بعض وسائل الاعلام اللجان الالكترونية، بعض اليوتيوبرز، لكن لها فروع في دول اخرى. هذه الفروع من المهم بمكان يبقى في تنسيق ما بين الدول اللي عانت من الارهاب واللي انتصرت على الارهاب زي الدولة المصرية، بقى في تنسيق امني ونقل الخبرات بين هذه الدول عشان ان نحد من خطورة هذه الجماعة. لان لك ان تعلم ان هذه الجماعة موجودة في اكثر من 88 الى 90 دولة في العالم، يعني اكثر من 40% من نصف من سكان من الدول اذا جاز يعني الاعضاء في الامم المتحدة العالم 292 او 293. فلك ان تتخيل هذا العدد الكبير، يختلف طبعا من دولة اخرى انتشار هذا التنظيم يعني. فهذه خطوة جيدة جدا، وخطوة تشجع على انتقالها وانتشارها الى دول اخرى. والحاجة المهمة اللي انا بحب اكد عليها، ان احنا لابد ان احنا ننسق تنسيق الجهود. ويعني زي ما بقول لحضرتك، اذا يعني دوله زي باراغواي خدت الخطوه دي، يبقى ليه احنا الدول الاخرى اللي هي فعلا فيها تواجد لجماعه الاخوان ونشاط ليها ما تتخذش هذه الخطوه؟ فانا اثمن هذه الخطوه، وتحيه لدوله الباراغواي، وخاصه انها قبل كده اتخذت خطوات مماثله اللي هي جعل القاعده وداعش وحزب الله والى اخر هذه الى اخر هذه المنظمات كجماعات ارهابيه. وقالت في البيان اللي اصدرته لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب او الكونجرس اللي هو في باراغواي، ان جماعه الاخوان بتمثل وتوفر الدعم الايديولوجي لهذه، يعني زي ما احنا دايما بنقول ان هذه الجماعات كلها خرجت من عباءه جماعه الاخوان الارهابيه. فاذا كان هذا الوعي وصل لدولة باراغواي، ويعني عدد السكان بسيط جدا يعني 20,000 نسمة، ما يمثلش يعني تهديد كبير، لكن هي قالت في بيانها ان هذه الدولة ان هذه الجماعة تمثل تهديد للأمن والاستقرار سواء في الشرق او الغرب. يعني هي كأنها بتعمل عملية وقاية للمجتمع الباراغواي من انه هذه الجماعة افكارها تصل الى هذه الدولة وتنشر هذه السموم اللي هي بعيدة كل البعد عن الإسلام الوسطي المعتدل. أثمن مرة أخرى هذه الخطوة من دولة الباراغواي، وهذا يرشح إن شاء الله في العام 23 كما تنبأنا أنه في خطوات إن شاء الله في هذا العام هتبقى أكثر من بعض الدول لاتخاذ إجراءات مماثلة تجاه هذه الجماعة في إطار الحرب العالمية ضد الإرهاب، كما كان يبشر
الرئيس في كل لقاءاته وزياراته انه يا جماعه ناخد لبالنا من الارهاب، يا جماعه ناخد لبالنا من الارهاب، يا جماعه ناخد لبالنا من الارهاب. فدي خطوه عظيمه من دوله الباراجواي، وان شاء الله في تقديري ستتبعها خطوات مماثله ان شاء الله في هذا العام. نعم، ونحن ايضا من جانبنا نثمن هذا القرار. السيد الاستاذ اسلام الكتتني، الباحث في شؤون الجامعات المتطرفه، شكرا جزيلا لك.